إذا مشاهدينا الكرام، أنتقل وإياكم إلى مراسلنا من ذقار عبر خدمة سكايب سلامة سرهيد. أهلا بك زميلي، نتحدث عن آخر مستجدات النزاع العشائري الذي حصل ليلة أمس في قضاء الإصلاح بذقار. إلى أين وصلت تداعياته وهل أثرت على الأمن الداخلي في المحافظة؟ نعم، تحية لك زميلتي وتحية لجميع مشاهدي قناة التغيير الفضائية. قبل قليل حدثنا المعلومات التي وصلتنا من المصادر الأمنية والمصادر الأخرى بأنه ارتفع عدد المعتقلين في محافظة ذقار إلى أكثر من 60 شخصا تم اعتقالهم لحد هذه اللحظة من قبل القوات الأمنية التي فرضت سيطرتها على القضاء. قبل ساعة من الآن فرضت القوات الأمنية حظرا شاملا للتجوال في قضاء الإصلاح ودخول قوات أمنية كبيرة. يوم قيادة شرطة ذقار صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم استعانت بقوات من خارج المحافظة دخلت إلى قضاء الإصلاح لفرض السيطرة وفرض القانون أيضا في قضاء الإصلاح. هناك معلومة طبعا بخصوص الجرحى وأعداد القتلى من الطرفين في النزاع العشائري الدائر ليلة البارحة. المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لم تسجل أي دخول لأعداد المصابين أو لوجود مصابين. المعلومات التي لدي وحصلت عليها قبل قليل بأنه المصابين أو كذلك حتى القتلى من طرفي النزاع هم تم معالجتهم داخل المنازل وعدم دخولهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية خوفا من التصفيات العشائرية. صراحة ليلة البارحة تم تعقب الكل يتعقب الآخر طبعا في الشوارع العامة، تم نصب سيطرات وهمية من قبل العشائر المتنازعة داخل قضاء الإصلاح وحتى عند مداخل القضاء سيطرات هنالك كانت توضع، وكان هنالك طبعا إنزال للمواطنين على الهوية إذا كان اسم العشيرة التابعة للطرف المتنازع يتم إنزال هؤلاء الأشخاص ويتم تصفيتهم. هذا ما حدث ليلة مرعبة صراحة، يتحدث لنا أهالي قضاء الإصلاح الذين لم تمكن الوصول إليهم لحد هذه اللحظة طبعا لصعوبة الظروف ولصعوبة الوصول إلى ذلك المكان، وبالتالي الجرحى والقتلى تم معالجتهم في داخل المنازل. صحة ذقار لحد قبل أن أكون معكم بهذا اللايف أعلنت أنها لم تستقبل أي جرحى أو تستقبل أي شهداء ما عدا طبعا جرحى القوات الأمنية الستة والعميد الذي استشهد ليلة البارحة. قائد شرطة ذقار حتى مراسيم التشييع لم يحضرها هذا اليوم لكونه المشرف على العمليات الأمنية التي تدار. طبعا الآن صباح هذا اليوم وصل وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية إلى محافظة ذقار وشارك بمراسيم التشييع، ومن ثم توجه إلى موقع الحادث إلى قضاء الإصلاح. قيادات أمنية كبرى من الجيش من الرد السريع من الشرطة الاتحادية هي متواجدة الآن وتفرض سيطرتها. لا زالت القوات الأمنية في تعقب. هنالك مصدر أمني قبل قليل كان يتحدث لي أنه القوات الأمنية وصلت إلى الجنات لكنها احتفظت طبعا بالمعلومة أنه هل تم اعتقال الجنات أم لا، لكنهم توصلوا إلى خيوط وتوصلوا إلى الجنات ولربما قريبا سيتم الإعلان عن هؤلاء الأشخاص الذين تسببوا باستشهاد مدير استخبارات المحافظة. الآن صراحة مثل ما تحدثت الوضع الأمني داخل المحافظة بشكل عام هو مربك. نعم سلام. الوضع في قضاء الإصلاح أيضا جدا مربك. المواطنين الآن يلازمون بيوتهم بسبب حظر التجوال، أوضاع مأساوية يعيشها أبناء قضاء الإصلاح. واضح الأمر سلامة، نشكرك على هذه الإحاطة. مراسلنا من ذقار سلامة سري، شكرا جزيلا لك زميلي.